هنا بشقة في الطابق السفلي قرب العويلة المجلجة بمدينة برشيد، وسط ركام من الأزبال والمتلاشيات ومع الفئران بالإضافة إلى رائحة كريهة، تعيش أمي العالية لوحدها في ظروف غير إنسانية. تتأمل حال البيت ولا تقدر أن تبقى لوقت طويل، فرائحة البيت قاتلة وأرضيته غير نظيفة، خصوصا بعد انفجار أنبوب الصرف الصحي. أنا هو الجار ديال هاد السيدة هادي العالية اللي ساكن حدا تقريبا 24 عام، وكانت عندها داكشي ديال حشاك الأوساخ والأزبال، ودابا تنقات الحمد لله بهاد الناس ديال الجمعية، هما عاونونا وساعدونا ووقفوا معنا ونقاو ليها، وإن شاء الله الأمور غتكون بخير وعلى خير. جات مسكينة من الكاريان، إيوا جات لقاو راجلها، راجلها مسكين مات الله يرحمه، وعقب تاني جا عدا ولدها تا هو مات عدا هنا، إيوا هي مسكينة بقات بوحدها، كطلب كاع نطلبوا الله وبارك بوحدها، بارك بوحدها مسكينة. اتصل بينا كجمعويين، التحقنا بالسيدة، لقيناها في واحد الحالة يرثى لها. حنا الآن كمجتمع مدني كنضامنوا، كنديروا يد في يد وكنضامنوا باش هاد السيدة اللي ريتما يدار ليها حل. حنا كنلتزموا من هذا المنبر بأننا غنبقاو متابعينها في واحد النطاق محدود من نظافة، من أكل ومن طبيب، غادي نديروا عليها النوبة، لأن هذا هو الإمكانيات اللي عندنا الآن، نغسلوا ليها وننظفوها ونجيبوا ليها ميكلة حتى الإشعار آخر. حقيقة جينا ولقينا هاد الحالة، شفنا هاد السيدة في هاد الحالة اللي هي يندالها الجبين، يعني هذا عار باش يكون في هاد الوقت إنسان مسن ولقوه في هاد الحالة، وكذلك عندها أبنائها ولا الحفدة ديولها اللي مخليناها هكذا عايشة مع الحيوان في وسط الأزبال، ما عرفتش كيفاش كتاكل ولا كتشرب هاد السيدة. ومن هاد المنبر وفي هاد الموقف كنوجه نداء لمن يهمه الأمر كوزارة المرأة والأسرة والتضامن، هادو هما الحالات اللي خصهم يشوفوا، المبادرة هادو هما الحالات اللي خصهم يشوفوا. إنسانة اللي ما عندهاش أدنى حاجة للعيش، ففينا هو العيش الكريم للمواطن؟ فينا هو التضامن؟ هذا مشكل كبير، وكنوجه نداء لمن يهمه الامر باش يشوفوا بحال هذه الحالات. وكنظن بانه هذه ماشي الحاله الوحيده، غير حنا شفنا ثلاثه ديال الحالات بحال هكذا. كنوجه نداء للناس يجيو يشوفوا هذا الشيء هذا وياخذوهم الرعايه ديالهم وديهم لدور المسنين. صحوة بعض الجيران والجمعويين على التنظيف واصلاح ما يمكن اصلاحه تاخرت بعد الوقت إلى أنها تبقى عملا يستحق التقدير. اليوم شهدنا تدخل هؤلاء الجيران والجمعويين، فأين هو دور الجهات المعنية؟ وإلى متى ستبقى أمي العالية على هذا الحال؟ الناس اللي عايشة معهم ما عايشة مع التشي واحد، عايشة مع عباد الله.